بين الجرعة الثانية والثالثة من اللقاح ضد فيروس كورونا، فما هي الأسباب للإجابة على هذا الموضوع؟ وهل هناك توصيات جديدة في هذا الإطار؟ هل هناك إجراءات جديدة للجنة العلمية؟ حضر معنا في المباشرة الأستاذ في علم الفيروسات بكلية الصيدلة بالمنستير وعضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا دكتور محجوب العوني. مساء النور ومرحبا بك دكتور. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك وشكرا على الدعوة. شكرا لك. لماذا أوصت اللجنة العلمية بالتقليص في الأجيال بين الجرعتين الثانية والثالثة؟ ما هو معمول به في تونس تقريبا توا الأجيال تتراوح ولا تصل إلى 5-6 أشهر، هكا بالضبط؟ بالضبط، هو المعمول به في البداية معناتها الجرعة نتاع تعزيز المناعة هي 5 شهور 6 شهور، نظرا لتراجع معناتها كميات الأسم المضادة في مع بعض التلقيح، وطلبت اللجنة إمكانية تقليص المدة إلى 3 أشهر. نعرف في حسب الدراسات 3 أشهر يقع إذا دفع أثناء الانحدار كميات الأجسام المضادة يقع دفع من جديد، وإمكانية أن استقرار في مستويات أرفع من اللي تبقى على 6 شهور. اليوم إذا وقع اقتراح طلب معناتها تقليص المدة إلى من 5 شهور إلى 3 شهور، هذه من ضمن التوصيات. ثم توصيات أخرى كذلك فيما يخص التجديد الرقابة على مستوى الحدود وتكشيف كذلك فرص للتلقيح وأعطاء فرصة للي ما لقحوش الجرعة الأولى والثانية باش يكملوا التلقيح متاعهم، وكذلك اقتراح إمكانية تلقيح الأطفال من 5 إلى 11 سنة. وقتاش نبداو فيه هذا تلقيح الاطفال من 5 إلى 11 سنة؟ هذه اولا اللجنه عرضته كموضوع للدرس مع اهل الاختصاص البيدياتر ومع توصيات للجنه المختصه بالتلقيح، هي اثبت فيه نهائيا مع مباشره مع اللجنة الوطنية. هل نحن بمعزل عن موجة جديدة دكتور؟ هل نحن اليوم في مأمن من انتشار المتحور الجديد أوميكرون في تونس بمقاعدين احنا نخمنوا فيه اليوم من إجراءات وكمام يعني مقارنة بالدول الأوروبية أو حتى الدول ربما أخرى في العالم؟ احنا اليوم ما عندناش هذه السلالة الجديدة، ماهيش منتشرة في تونس، يعني حالات معزولة إلى حد الآن وما فماش انتشار لهذا الفيروس. هل احنا معناتها اليوم ماشيين باش يولي هالسلالة هذية موجودة في تونس ولا احنا لباس وما فما حد شيء؟ لا، هي إمكانية باش تنتشر كما انتشرت في كامل أنحاء العالم ممكن، هذاك علاش وقع التجديد على حدود مناطق على مناطق العبور. ألو، نسمع فيك دكتور. على مناطق العبور هذا علاش قلت لك وقع التجديد اللي مراقبة بالتحاليل وكل ما يلزم باش ما تكونش عندنا حالات وافدة. نحن الست حالات اللي توجدوا الأوميكرون في تونس هو حالات وافدة، لكن هذا ما يمنعش باش ينتشر الفيروس، قاعد ينتشر عام أكثر عدد من الدول وأصبح مهيمن حتى في هذه الدول، وإحنا مناش في منعزلين عن العالم، لكن يلزم على الأقل نهيو ظروف مقاومة انتشاره في صورة ما تواجد في تونس بصورة معناتها جماعة مجتمعية، خاطر احنا إلى حد الآن الكلها وقع محاصرتها وما عدناش حالة انتشار في داخل الوطن، بخاصة حسب التحاليل و تقطيع الجيني قاعدين تقوم به كل المخابر المختصة. إلى حد الآن كل الحالات الداخلية هي حالات دلتا، لكن مناش بمامن، وهذاك علاش قاع التجديد، وهو طلب احترام الإجراءات الوقائية وكذلك
كل الإجراءات المعروفة، تباعد الكمامة واحترام البروتوكولات اللي معتمد على مستوى كل قطاع، وخاصة نعرف نحن على أبواب احتفالات وأبواب احتفالات آخر السنة تم بروتوكولات خاصة يلزم احترامها باش نتفادوا كذلك البؤرة الداخلية. ودلتا مازالت عندها حالات، ورينا نحن تو نسبة الإصابات واصلين 5%، لكن هذا ما يمنعش باش نحافظوا على الأقل على المؤشرات هذه اللي هي مستقرة إلى حد الآن، ثم سيطرة نسبية على الوضع الداخلي. هذه المؤشرات إيجابية نحافظوا عليها باش ما على الأقل نكونوا الله لا يقدر في حالة انتشار الأوميكرون وهو مش مستبعدة، خاطر ماناش في عزلة، تكون عندنا على الأقل أهبة ونكونوا مستعدين. وخاصة توا إجراءات قاعدة تقوم بها وزارة الصحة بتهيئة المستشفيات ومش ما تقعش المفاجأة اللي حصلت قبل وقعت اضطراب في المستشفيات. التلقيح اليوم الثامن المفتوح أعطى نتائج إيجابية معناتها دكتور؟ فما تقدم على مستوى عدد الملقحين؟ مشينا شوط باهي؟ معناتها اليوم المفتوح هذا يوصل لقرابة 240,000 مواطن لقح، هذا يدعم القاعدة معناتها نتاع الحملة التلقيح. قرابة 5 ملايين واش ملقح نسبة باهية. نحن على ما نعرف النسبة اللي نحبوا نوصلوا لها على الأقل 70%، مازلنا ما وصلناهاش، إن شاء الله لمواصلة الجهد والتحسيس باش نوصلوا على الأقل نسبة باهية. ونعرفوا نحن كذلك عدد كبير من المواطنين تحس معناتها كانت عندهم الإصابة بالفيروس هذايا، وهي كذلك تمنح المواطن عند الإصابة الطبيعية مناعة طبيعية تساند وتعارض المناعة اللي الموجودة في جسم الإنسان. واضح. شكرا جزيلا دكتور محجوب العوني، الأستاذ في علم الفيروسات بكلية الصيدلة بالمنستير، عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا. شكرا على هذه الإيضاحات. احنا نوصل